السلام عليكم. بالنسبه للاسد اللي عنده مشكل في البي سي كيدخل للبلاي ستور اللي هي هذه باغ بورتابل، كيكتب هنا وورد، كيكتب هنا وورد، هنا كتكليكي عليه كتكتب لك هنا وورد اوفيس 2016 اندرويد غراتوي، كتكليكي عليها. هنا كتبان لك الاولانيه، كتكليكي هنا ديجا انستالي، كنكليكي عليها ثم ملي كتانستالي كتبان لك هنا كلمه ديزانستالي ولا كلمه اوفغيغ. انا كنكليكي على كلمه اوفغيغ حيت ديجا انستالي. هنا كندخل لهاد لاباج هادي، هنا كتكليكي على بلوس باش تزيد شي فيشي وورد، هنا دوكيمون فيرج، وهنا كتكتب داكشي اللي بغيتي تكتب بالطريقه العاديه كما كنكتبو حنا. اذا هنا بغيت نكتب مثلا، هنا بغيت نكتب اي حاجه بالعربيه او الفرنسيه، نكتب اللي بغيت، المغرب العربي، المغرب العربي، كندير اونتري ونكتب كل شيء كما كنكتب هنا. تقدر تسوليني، تقدر تكتب هذه، تكتب بالكتابه ديالك اللي بغيتي تكتب تكبرها، يعني كما كنديروا في البي سي نقدر نديروا حتى هنا. ومن بعد كتكليكي على اونريجستري فيشي، كليكي على هذه العلامه هذه هنا فيشي اونريجستري. من بعد ما كنستالي لابليكاسيون اللي هي وورد كنكليكي عليها بحال الشكل هذا، كندخل للدوكيمون اللي ديجا بدينا اللي هو هذا دوكيمون. هنا كيبان لي القلم هذا، كنكليكي على القلم باش موديفي هذا الدوكيمون هذا. بغيت تكتب مثلا تكون في اليمن، كليكي على المثلث هو في اليمن ديالك. هنا كنكليكي على الاولاني اللي هي اليمين، هنا كتبها تولي في اليمين. دابا بغيت تكون الوسط، تكون الوسط بحال الشكل هذا. من بعد كنمشي كنجي هنا تحت القلم، ولا كنجي هنا نجي هنا نكليكي على اونتري باش نرجع للسطر. بغيت الكتابه ديال تبدا من اللي تبدا من اليمين ديال الورقه، كنبدي هنا سميتو هنا. بغيت نغير الستيل ديال الكتابه، نكبر الكتابه شويه، كنكليكي على المكان هذا. هنا كنختار الكتابه اللي بغيت، مثلا بغيتها تكون كبيره شويه. هنا بغيت ترجع كما قلنا اليمين ديالك، رجع اليمين، كتكليكي رجع اليمين. هنا كنكتب شي بغيت نكتب، رجع المثلث هذا ونكتب عاوتاني يريد رجل صنع مكتب هنا سالي المكتبة ديالي. بغيت نرجع السطر نفس الطريقة، نرجع السطر ديالي المغرب. هنا كتحط كتبة صغيرة شوية وتكتب في اليسر نفس الطريقة، كنرجع هنا نكتب هنا وكنكليك نختار الخط اللي بغيت. مثلا بغيت الخط هذا هنا، كطلع حد بيدي ديما كترجع للكتبة اليمين اليسار، كنكتب هنا الخط هو اللي يكون أكبر دابا، وكنرجع هنا نكتب عاوتاني وبناء ويريد بناء منزل. هنا الى خطأنا مثلا في شي كتبه كنكليكي على هذه باش نرجع الخط ديالي، نرجع فيه كنس، ومن بعد نكمل بناء منزل. سالينا كنكليكي على اليسار ديالنا في المكان هذا. هنا انا بغيت بارطاجي مع شي واحد، قدرت بارطاجيه باغ واتساب باغ اللي بغيتي، اختار لي قدرت تموديفي ترجعو على شكل بي دي اف، بعد ترجع على شكل بي دي اف. هنا تقدر تبارطاجي، وهنا باش تبارطاجي كتكليكي على بارطاجي كوم بيس جوان، كتكليكي عليها. هنا كتختار يكون على شكل دوكيمون يبقى يبقى بي دي اف، بغيت يكون بي دي اف تصيفطو بي دي اف، باغي تصيفطو على شكل وورد كتكليكي على كلمة دوكيمون باش يبقى وورد. هنا كتختار لمن باغي تصيفطو باغ واتساب، تختار اللي بغيتي. والسلام عليكم.